قبل ما تستمتعوا بالحلقة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس. شكراً. هلا جميلة. هاي أنس. هلا فيك. ما فيك حق الولد قولين فيك. هلا فيك. أنا أقول لك. هلا فيك. أيوة. أوكي. بقى. حق البنات. أوكي عرفتها متأخر. أوكي. حق الأولاد. أوكي. بصراحة كيف حالك؟ بصراحة أنت مستني رد عميق صح؟ رد صريح. بصراحة متلهوجة قوي يعني طول اليوم من تصوير لتصوير وبلحق حاجة لحاجة وبنام قليل كل يوم؟ لا مش كل يوم بس النهاردة كان كده. هو أنا كده بقالي شوية بقى رمضان وكده. حالتك أنت الحين النفسية في هالمرحلة في حياتك كيف؟ ستريست قوي. هو عادة مش المفروض ان الناس بتقول كده في انترفيوز. ليش؟ المفروض اقول الدنيا بوزيتيف. ما في مفروض. عندي انا ما في مفروض. لا ما فيش. ابدا. لا وانا عادي يعني. تعرفين هالسؤال وايدين يقولون من وين انت جبت هالسؤال؟ اللي هاو ار يو ريلي دوينج ولا بالعربي بصراحة كيف حالك؟ السؤال مو بسؤالي انا. يعني هل الفكرة اول مرة شفت جيم كاري كان على السجادة الحمراء الريد كاربت وريبورتر يا وياب للمايك وقال له هاي جيم هاو ار يو كذا وجاوب فجيم طالع قال هاو ار يو قال ام جريت ام فانتاستيك قال له نو ريلي هاو ار يو قال ام داينج فقال له ها يو سي فيوم اول مره شفتها قبل سنين شفت اللقطه هو ده بالضبط اللي انا عايز اقوله هي سبحان الله يعني هو بيرفكت انا في برنامج ام داينج يا فأحس أبسط سؤال ولكن من أهم الأسئلة اللي يمكن كل يوم نتغاضى عنها تسألين أمك ولا تسألين صديقك ولا تسألين أخبار يعني بصراحة أخبارك ما أخباري تحس أنه أنت يعني بقالي شوية من حاجة لحاجة من مسلسل لفيلم لمسلسل كله ورا بعضه و it gets very intense حاجة بتيجي على صحتك على حالتك النفسية طول الوقت انت طول الوقت نومك متشقلب ما عندكش روتين في حياتك ما عندكش control basically over your life بتمثل يلا عيط حالا لا يلا اضحك حالا يلا ارجع عيط تاني فاهم فانت طول الوقت في emotional كده roller coaster emotional بقى وphysical ومنتل وكل حاجة وتحبين هالشي؟ بحب شغلتي نفسها بس مش شرط اكون دايما بحب كل حاجه حواليها صح يعني بحب التمثيل نفسه بس في باكج بقى كبيره قصدك الشهره يعني تحبين التمثيل بس الشهره لا تحبين الشهره بحب الجزء الحلو من الشهرة ان انت بتأثر على ناس كتير تقدر تأثر عليهم تقدر تنشر فكرة لناس كتير بس مش دايما تبقى مريحة ان انت تبقى تحت السبوت لايت في اي وقت انت تعمل اللي انت عايزه لكن هي وحشتها هو برضو نفس فكرة هي حلاوتها المسج منها يعني انت ما تقدرش تكون انسان مؤثر لو انت مؤثر لوحدك في البيت لازم تكون مؤثر انت بتأثر على عدد كبير من الناس ولو انت بتأثر عدد كبير من الناس معناها انت مشهور فدي الحاجة اللي انا بحبها في الشهرة شو الحاجات اللي ما بتعجبش اللي بتيجي مع التمثيل في انت قلتي مع التمثيل احب الشغلانة هاي التمثيل ولكن في اشياء تي معاها مو بشرط لازم احبها بص لو سألتني السؤال ده من سنتين ثلاثة كان هيبقى عندي اجابة مختلفة اني يعني كنت ما بطقش اي حاجة حواليها ما بحبش اعمل انترفيوز خالص ما بفهمش عادة أسئلة الانترفيوز وبجاوب عليها بطريقة بتخليني مش أنا ما بيبقاش أنا الحقيقية اللي بجاوب لأني ببقى مش دي الأسئلة الطبيعية بس ببقى لازم أجاوب إجابات معينة
وبتبقى كلها حاجات يعني كتير قوي منها بيبقى حاجات على السريع ومنها حاجات انت مينفعش تقولها، فبتبقى ممكن تبقى طول الوقت كمان مش طالع بالحقيقي بتاعك ومينفعش تطلع بالحقيقي بتاعك. فكانت اجابتي من كام سنة انه انا مش قادرة الاحق، انا شخصية بحس بالذنب مثلا مش بقدر الاحق، ممكن بحس بالذنب مثلا لو مش رد على كل الواتسابس اللي عندي، اوقات بحس اللي هو I need من اول يعني اول ما مثلت ما يعني من اكتر من سنة يعني، بس يعني قعدت شوية كده ما كنتش بحب ما حوالين التمثيل، يعني في pressure كتير بره ان انت بس تبقى talented او لا او بتمثل او بس، في package كبيرة من انه انت لو ما بتردش على كل تليفوناتك انت تنك او مغرور، وفي نفس الوقت لو عملت كده مثلا بتحاول ترد على كل حاجة، او انا ممكن حصلت لي كده لانه اول ما مثلت كان في بيك شو فما كانش عندي مراحل التدرج الطبيعية بتاعت مثلا حد بيمثل في دور صغير بقى كده بيتعرف في دور اكبر، يعني اول لما مثلت كانت حاجة كبيرة فأورادي اتعرضت لحاجات كتير مرة واحدة وفجأة، فكنت بحاول ان انا ابقى ما بقصرش في ولا حاجة، فلما كنت بحاول ما قصرش في كل يعني هو لو حاجة واحدة بس عملتها لازم بضيع كل حاجة تانية، فابتديت كنت يعني كنت باعية يعني كنت باعية مثلا ممكن يوم مثلا اقرر ان انا هرد على كل التليفونات وكده بجد كنت يعني كنت باعية، وبلاقي نفسي ما اكلتش النهاردة ما عملتش كل الحاجات اللي هو بيسكس يعني مش حتى ان انا خرجت او قعدت مع اهلي ولا شفت اصحابي ما اكلتش حتى. بس وقعدت كتير دايما بحس بالذنب اذا مش بعمل كل حاجة مطلوبة مني، واوقات بيطلب منك حاجات كمان يعني هي مش بتاعتك يعني ما اعرفش ليه ممكن يعني فهم مش عارف اشرح لك، يعني بيطلب منك حاجات كتير من ناس مختلفة وبتبقى انت في ناس انت تعرفهم ناس ما تعرفهمش مش عارف مين مين بيستغلك مين بيحبك، كل حد عايز يقولك معلومة مش عارف مين بيقولك حاجة في مصلحتك مين بيدورك مين بيحبك بس بيقولك نصيحة غلط، انت بتسمع اصوات كتير ولو عملت رد على كل الناس بطل تسمع صوت نفسك. صحيح. فكنت overwhelmed قوي مبين. بعد كده اتعلمت انه أبالانس، واذا مش هعرف اعمل كل حاجة هحاول اني ما كنش بحس بالذنب يعني خلاص دي قدرتي. هو عشان انت من الشاطئ دخلتي في العميق ما رحتي مثل ما انت قلتي تدريجيا بالزبط. فلازم تتعلمين تسبحين مع الامواج ومع التيار ومع الجيتسكي ومع بالزبط. مو بسهل يعني ياخذ وقت. طفولتك كيف كانت؟ كانت حلوة قوي، طفولتي كانت حلوة قوي لان انا كنت في بيت عيلة فكنت عايشة مع جدي وجدتي وعمامي ولان هما كلهم في نفس البيت فكل حد بصحابه بقرايبنا البعيد كان دايما موجودين، وانا كنت الطفلة الوحيدة من ناحية بابايا وقتها يعني كنت اول طفلة في عيلتي ناحية بابايا فكنت مدللة جدا من كل دول. فتشوفين طفولتك كان شيء حلو ذكريات حلوة؟ كانت حلوة قوي. وعلاقتك بالماما والبابا كيف كانت؟ كانت حلوة قوي يعني بالذات في الوقت اللي كنت فيه في البيت الكبير، هو لحد دلوقتي أنا كل حد فيهم قريبة منه بطريقة مختلفة، هما يعني بابايا ومامتي عكس بعض تماما وأنا كأني جاية في النص ما بينهم بالضبط. وانت قلتي كان وايد حلو يمكننا في البيت الكبير، ليش كان في بيت صغير بعدين؟ لا البيت اللي هو ما بقاش فيه جدي وجدتي يعني هي. بعد ما جدي وجدتي توفوا الله يرحمه وبعدها كمان عمامي اللي هو كل حد اتجوز ما كانوش لسه اتجوزوا وقتها فبقينا كل فبقى خلاص بقيت الحياة العادية اللي هو أنا مع مامتي وبابايا. فلا ممكن بالنسبة لي كانت تروما لأنه أنا جدي وجدتي توفوا بعد بعض بشهرين أوف. وأنا كنت متعودة أشوفهم كل يوم بس كمان في السن ده بتبقى
يعني في حاجة مؤثرة فيك بس مش بتبقى فاهم ايه، يعني مثلا مش هكون قعدت عيطت او عبرت عن ده، بس بتبقى انه حياتك اختلفت، ما بقتش زي قبل يعني، بس ستيل طفولتي كانت طفولة حلوة. ممكن بكلم لما نقلت بقى دايما عندي احساس انه احنا كل دول كانوا متجمعين وفجأة ما بقوش موجودين، فبقى دايما عندي خوف من انه في اي ثانية ممكن يعني كل دول ما يبقوش موجودين، او حتى بابايا ومامتي نفسهم ممكن ما يبقوش موجودين. فكان في سن بعد كده وانا طفلة كنت عندي خوف من اي حاجة، لو قعدت مع مامتي لوحدنا ببقى خايفة لحسن هما كمان يجرى لهم حاجة اي وقت. كان ممكن تبقى مامتي نايمة جوه في الأوضة مثلا، اقعد اعيط بره، اقعد افكر لو حصل لها حاجة. حصل لي كده بعد ال طبيعي. وانت خسرتي اثنين يعني عزيزين عليك في شهرين، مو بشيء طبيعي هذا، صح؟ وكنت عايشة معهم في نفس البيت، فما كانوش زي جد وجد عاديين يعني بالنسبة لي، يعني بشوفهم قد ما بشوف أمي وأبويا. كيف توفوا لو أقدر أسأل ورا بعض؟ يعني مرض ولا؟ جدتي كانت بتحب جدي جدا، فأظن أنه من الاكتئاب حصل لها كده، توفت بعد جدي بشهرين. مو بأول مرة أسمع، يعني حتى في بعض المقابلات سمعت أن الواحد يموت بعد الثاني بسنة بست شهور أو ثمان شهور. سبحان الله، لو متعودين على بعض صحتهم وفي تتدهور. مدد أقل كمان. إيه وايد غريب، بس أكيد كانت صدمة. أنت قلتي تراما، مليون في المية. أنا بحس إنه أكيد كانت تروما، لأنه كان في أوقات كمان كان بيبقى عندي behaviors غريبة جدا وأنا في المدرسة بعد الحادثة دي. في حاجات لما أفكر فيها وأنا كبيرة ببتدي أجمع البازل، أنا ليه كنت بعمل كده. يعني أنا فاكرة إن أنا مرة كنت في المدرسة وأنا بقيت دايما طول وقت خايفة إنه أنا ممكن أبقى مع بابايا ومامتي لوحدهم وأفقدهم، وبيبتدي بقى يشتغل عندي خيال هما لو حصل لهم حاجة يعني أنا هيحصل لي إيه، هعيش في الشارع، ويعني خيالي واسع، وفي نفس الوقت مامتي بابا نفسهم ما يعرفوش إنه أنا خيالي كده، وما يعرفوش إن ده كله بيبقى بيدور جوايا. فأنا كان طول الوقت عندي الخوف عامة مسيطر عليا، فأنا فاكرة إن حتى كنت بخاف إن أنا دايما مثلا أتساب في المدرسة محدش ياخدني دايما كده، ما بقاش دايما اللي هو زي احساس ما كنت في عيله وفي ناس كتيره دايما، فاهم قصدي ايه؟ فاكره اني مره كنت في المدرسه والمدرسه كان كله عامل دوشه في اخر كلاس، فراحت قالت عشان عاملين دوشه طب ما حدش هيطلع للباسز دلوقتي وخلي الباسز تفوتكو، وراحت قفلت الباب. وانا كنت طفله مؤدبه جدا يعني مش اللي بعمل مشاكل، بس كان دي حاجه عملت لي يعني، فضلت قاعدة ساكتة كده شوية، وبعد كده فجأة لقيت نفسي بقوم بزق المدرسة وعايزة افتح الباب غصب عنها وهي بتقعدني غصب عني. يعني ما بتبقاش او ايه، ممكن طفل اوقات يعمل حاجة انت مش عارف ايه جوه دماغه، يعني مش شرط من قلة ادب، مش شرط من كده، بس يعني كأنها دست لي على انه انت هتبقي لوحدك، هتفضلي اسمع حدش هياخدك كده يعني. وتعرفين كنت في دكتورة نفسية كنا نسمع، كان عشاء معاها، وكانت تشرح لنا أن الطفل يوم مرات يمر في هالصدمات والتراماز الطفل مو مستوعب كيف يعبر. يعني مثل ما أنت قلت يمكن أنت ما بكيتي خالص، بس يمكن تعبرين بالتكونين مشاكسة ولا زعلان ولا غضبانة ولا تكسرين، مثل ما انت قلتي الناس ما يفهمون ليش هالطفل تصرفاته تغيرت، بس هاي اسلوبه هو في التعبير عن اللي مر فيه، هو روحه مو بعارف كيف يعبر. هو بالضبط هو ده اللي حصل، يعني بعد سنين لما تقعد تجمع قصة بانه ليه، او حتى دلوقتي مثلا وانا كبيرة فاحكي لامي فتقولي ممكن يكون ده حصل بعد لما حصل الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية. المدرسة كيف كانت؟ عشان تيبتي طاري المدرسة. المدرسة كانت عاملة ازاي؟ لا كنت دايما بحب المدرسة، اظن لحد ما بقى في السن الاكبر
اللي هو بيبقى فيه دروس كتير. وانا طول عمري من وانا صغيرة مدرستي دايما بعيدة قوي عن بيتي، فكان دايما عندي برضو حاجة ما بتبقاش سهلة في المدرسة، في اللايف ستايل، في الروتين، ان انا الحق اعمل كل حاجتي. انا كانت مدرستي دايما بعيدة عن بيتي، و فكان الوقت اللي انا بروح فيه بقى لما بكلم صحابي في التليفون بيبقى هما روحوا وناموا وخلصوا الهوم ورك ورايحين النادي، وانا خلاص يعني مروحه البيت يعني خلصانه. ف بس لا، كنت دايما بحب المدرسه. لما بقى بقيت اكبر وبقت الدراسه ده، يعني بحس ان انا حياتي دلوقتي بكل اللي فيها احسن من وقت المدرسه، بالذات في وقت الاخير اللي هو انا كنت اي جي، فكان الدراسه مش بتتاخد بطريقه لايتلي خالص. فلا، ما كانش وقت لذيذ، وكان طول الوقت مدرستي كانت بعيده وكل حاجه دروسها في اماكن مختلفه بعيد، فكان بيبقى وقت مرهق قوي بالنسبه لي يعني على طفل كمان. اكيد. بس عادي يعني، كان شيء ايجابي التجربه، مو بانه تنمر ومين جيرلز جروب وكل هالاشياء، عادي كانت تحسينها؟ انا ممكن ما اعرفش، انا في حاجات يعني ممكن انا عمري في حاجه، لا اكيد ممكن حصل لي تنمر، بس عمرها ما كانت الحاجه التايتل بتاع حياتي انه اثرت فيا، لانه صدفه الناس يعني مثلا اكتر حد تنمر عليا مثلا بيكون ولد معجب بيا وانا صغيره، بس دي طريقه لفت النظر في الاطفال، فكان بيبقى بيغلس عليا جدا او كده، ومثلا يعدي شهور مثلا ويبقى بيلعب معايا او كده. فمش حاسه ان انا عندي تروما من تنمر، بس حصل لي تنمر، مش ما حصل ليش كثير عنه. بس يعني بالظبط، اللي هو عادي يعني، اللي هو بيحصل في مدرسة أو في الحياة يعني، صحيح. بس مش إنه مخصوص تنمر. بس إيه تاني عايزة أقولك على التنمر؟ قولي. في حاجات ممكن تبقى في الطبيعي تنمر، أنا عمري ما حسيت إن هي تنمر، دايما كنت بحس إن هي دلع. مثل إنه أنت صغيرة وقصيرة وكده مثلا، أنا طول عمري ده بالنسبة لي دلع. يعني أنا لما كبرت عرفت إن في ناس بتتضايق إنها قصيرة، فعمري ما كنت أعرف ده. فأنا حتى دلوقتي، بس لأ حتى لما بفتكر بحس إنه كان دايما ده بيتقال لي بطريقة حلوة من حتى الأطفال اللي كانوا بيبقوا قدي وقتها. وكنت دايما بشوف ان دي حاجه مميزه. ليتر عرفت ان في ناس تانية في مدارس تانية ممكن تبقى دي بالنسبه لهم حاجه تنمر، او حد طويل قوي تبقى دي حاجه بالنسبه لهم تنمر، او حد تخين او حد كده. فحسيت ان ممكن برضو اوقات يبقى يعني perception برضو الطفل، يعني هو مش حاسس انه في حاجه فما اخدهاش انه تنمر، مش عارفه. لا صح، يعني سبحان الله، انت تقولين ما استوعبتي انه كان شيء سلبي. لا، ما انا مش عارفه، انا ما استوعبتش انه كان سلبي، وكمان هم فعلا عمر ما حد قالها لي بفايبس مش حلوه. يعني كان دايما كمان سبب انه الدلع، انه انا دايما بقعد قدام، دايما بقف في اول اللاين، لو هنعمل رقصه يبقى انا قدام في الستيج، انا اللي في النص، انا اللي في السبوت لايت كده يعني. بوصل للشيء انا لاحظته، واكيد تعرفين السؤال، بس ابا افهم أدوار اللي تاخذينها أدوار صعبة. فأنا أحاول أربط شخصيتك أنت، ليش أنت تدورين دائما الأدوار الصعبة في التمثيل؟ أنا مش بدور على الأدوار الصعبة، بس أنا بحب الأدوار الصعبة. يعني هو في الآخر بارت كبيرة من أن أنا أحب أمثل ولا أنا عايزة أمثل، أنه أنت بتعبر عن شخص، مش شرط ملوش صوت، بس هي شغلتك انت تبقى صوته الشخص ده. فانا لو هعمل شخص ما عندوش مشاكل، يبقى فين الصوت اللي انا هوصله؟ يعني لازم يكون حد انا بوصل رسالته للناس. او اوقات انت بتوصل رسالة او حاجة الناس مش عارفاها، او اوقات انت بتوري مشاعر مثلا لشخص. في الطبيعي انا لو شفتك مثلا اشوف انت انسان جامد،
قاسي كده. It's your job, part of my job, إنك توري dimensions بتاعت الشخص ده. هو معظم الوقت الخناقات مثلا اللي في الدنيا أو حتى الحروب اللي في الدنيا قليل قوي إن أنت تبقى حتى في خناقة ما بين اتنين وتتكلم مع كل حد وحد ما يقنعكش إن هو صح. يعني أنت لو عمرك اديت المساحة للاتنين تماما اللي في خناقة تسمع كل حد فيهم تماما، هتلاقي إن كل حد قدر يقنعك. بيبقى دايما بيبقى فيه حلقة مفقودة، أنت مش بتبقى مش معروفة عاملة هي سبب الخناق، بس عادة بيبقى الناس عندهم حق. فبيبقى بحس إنه الرحمة هي بتخليك تشوف لاير تانية تخليك قادر تتعاطف مع الشخص. فبحس التمثيل كده يعني انت فيها براكتس كده، من حتى ان يجيلك كاركتر انت مش قادر تتعاطف معها ابدا وتبقى انت في الحقيقة حتى تبقى جوجمنتل، وبقى تبتدي تشتغل على نفسك انه طب ليه، طب ازاي، تبتدي تعرف layers من الشخصية. فنقدر نقول ان يعني حين انت تاخذينها الادوار كمسؤولية، تاخذينها كطريقة ان ليش انا احكم، ليش هل ناس حكموا على جميلة عشان شي جميلة تبقى توصل للناس ان لا تحكمون بسرعة، تعرفوا على الشخصية. بالانجليزي هو prejudice to prejudge، ان قبل ما نشوف الشخص ولا نشوف هذا في مثلا مرض معين ولا هذا طويل هذا قصير هذا من هالبلاد هذا لونه لون معين. يعني ليش احاول اوصل للغاية انت وضحتي لي شوي، بس هل عشان انت مريتي ان الناس حكموا عليك باسباب معينة وصلتي لمرحلة ان لا انا لازم اخذ هالشخصيات وابين ابعاد اخرى لكل شخصية؟ انا مش عارفة هي حصلت ازاي، بس اكيد ممكن يكون عندي حاجات subconscious، مش شرط ابقى دايما واعية انا ليه عايزة ده، بس وكمان مش شرط انه انا دايما بختار. يعني انت اوقات هو انت بتعمل اول دور اللي بيكون عادة يعني فرصة. مش انا اللي منقياه بالظبط، وبعد كده الناس بتشوفك في حتة وبقى يحسوا ان انت بتعرف تعمل ده وتعمل ده، فيبعتوا لك اصعب تاني، يبعتوا لك حاجة في ناحية تانية مش انا مقررة ان انا عايزة ده. بس في نفس الوقت بارت من ان انا كنت عايزة ابقى ممثلة قبل ما ابقى ممثلة هو ده. ممكن يكون انه انا شخصية عادة، ممكن غالبا يعني انه انا شخصية مش دايما بقدر اعبر عن نفسي بالطريقة الطبيعية. ممكن يكون شكلي حاجة وانا حاجة تانية، فممكن يكون بارت من انا كمان كنت عايزة ابقى دايما ممثلة، دايما حاسة انه انا الاحاسيسي اللي جوايا اكتر بكتير من اللي برايا واكتر من اللي باينة، وانه انا مش بعبر عن نفسي كفاية، وحاسة ان انا اكتر وقت بقدر اعبر عن نفسي بيه هو ان انا اكون كاركترز تانية مش ان انا اكون نفسي او اكون نفسي من خلال كاركترز تانية. هاي فهمناها. تشوفين ان الناس يشوفون ان جميلة شايفة نفسها عشان انت يمكن ما بقول جافة، أنا أقدر أقول عن عمري جاف يعني، بس إن مبين إنه جاف عشان عموما ويهي جاد، ما أبتسم كثير إلا لو في ابتسامة، بس ما تحسنيني دائما مبتسم. بس بعدين عشان الإنسان ما يبتسم كثير كلمة الغرور تلصق على هالإنسان، ولا يقولون هذا شايف نفسه ولا هذا مغرور ولا هذا، بس بعدين يتعرفون عليك ويقولون أنت والله مو مغرور أنت عادي تحبوب. فهل أنت كجميلة تحصلين هالشيء؟ عشان احس عندك السيريس. انت بحس ان انا ببان من اللي شفت للناس. من القليل اللي شفت، من القليل يعني ما شفت كثير، فاسالك انت السؤال. انا فعلا لناس كتير ببان كده، ومش شرط يكون كده، بس من وانا صغيره مثلا مامتي بتزعق لي، ما يعني ببقى عندي حاجه انه ما باينش انا ايه جوايا للي قدامي. يبقى اكيد وانت طفل بتبريك داون اسهل، بس بيبقى الاصلي انه لا انا مش هبين.
يعني لحد ما حد يخرج بقى مثلا زعقت لي مثلا وانا طفله فمش هعيط قدامها. فاكيد انا دايما عندي انه احاسيسي اللي جوه مش شرط اللي قدامي يشوفها. ومع الوقت هي حاجه انا اتربيت بيها، عندي ثبات انفعالي معين وباخد الحاجه وبفكر فيها ومش بعمل مش شرط يعني مش شرط يكون باين ايه احساسي الحقيقي من وشي، بس بيكون عندي مشاعر كتير متلخبطة وفوق وتحت وكل حاجة. انزل لو ناخذ الحين جميلة وناخذ مشاعرك الموجودة الخلطة، شو أكثر ثلاث مشاعر نقدر نقول الحين أنت تقولين لي في جميلة؟ أكثر ثلاث مشاعر دلوقتي حالا في شخصيتك أنا في شخصيتك في اليوم عمتاً إيه أكثر ثلاث مشاعر عندي؟ لا انت ما بتسألنيش كده في الوقت الصح، لان انا دلوقتي بشتغل كل يوم واكتر احساس عندي هو العصبية. اوكي هاي واحد ما علي ليش لا العصبية واحد بعد لا عامة انا بحس انه انا اكتر حاجة اقدر اوصف بيها نفسي بحس انه انا شخص peaceful عصبية وبيسفل. أوكي حلو، عصبية وبيسفل. ما تسألني ما علي كملي. ثالث مش لاقي حالا في الخليط، يعني لو نسأل صديقتك الحين ونقول لها وصفي لنا بثلاث كلمات مشاعر جميلة، بتقول عصبية، بتقول متسالمة بعد؟ يعني أنا عندي حاجات كتير قوي متناقضة جدا عادي. وعكس بعض تماما، يعني مش بس كده، اللي هو بحب ابقى في قاعده فيها ناس قوي وبحب ابقى لوحدي ومحدش يخبط حتى الباب عليا. يعني بحب الصبح قوي 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 وبحب بالليل جدا جدا، يعني بحب حاجات كتير عكس بعضها بطريقه اكستريم. ليش لا؟ انا تشوفي شفت كم من مقابله يوم سويت البحث البسيط عليك ولاحظت، أنا دائما أشوف جسم الإنسان وكيف يتحرك، تعرفين كيف يالس حط إيده كيف شيء، ولاحظت أول شيء حسيت أول شيء شفت المقابلة قلت لا يمكن بس المقابلة، فشفت بعد مقابلات بعدين قلت لا هي شيء. فهل موضوع يمكن المقابلات اللي شفتها كلها قبل سنة وأكثر، يعني سنة سنتين، بس لاحظت في جميلة أول شيء مبين إن أنت ما تبين تكوني موجودة في المقابلة يعني غصب، يعني شيء مثل عليك هومورك واجب عليك يعني مو مرتاحة وتلعبين في الخاتم، كان عندك خاتم وشي طول الوقت الكاميرا مو بعلى بس أنا أقدر أشوف. أوكي ده أنا بعمل كده دلوقتي حالي. فلاحظت شيء، لاحظت أنه حسيتك يعني مثل خلصوني اسأل يلا عشان تبين تجاوبين وتطلعين، يمكن ما تحبين الأسئلة، يمكن ما في عمق في الأسئلة، بس كنت أشوف أفهم ليش هي مو مرتاحة، ليش هي أحسها تبغى تطلع تبغى تروح. مش دايما ببقى بعرف اجاوب على الاسئله ودايما بحس، بس انا هقول لك على حاجه، انت لو كملت فرجه على انترفيوز ووصلت الانترفيوز فيها لعب فجاه بتلاقي في شخصيه تانية خالص يعني فاهم، وببطل عارفه الكاميرا فين لاني بتحرك زي ما انا عايزه وبقوم زي ما انا عايزه وبنط ولو معايا جاز تانين بديهم بالكوع وبعمل كل حاجه يعني. ببقى بلعب جدا، ببقى ناسيه نفسي ان انا في انترفيو. ممكن بحس انها مسؤوليه قوي اي انترفيو، بحس ان انا خايفه اقول رايي اثر بيه سلبا على حد بيتاثر بيا، ده اول حاجه بكل صراحه يعني، عشان ده في حد ذاته اجابه مثلا انا اخاف اقولها يبان غرور، فاهم قصدي ايه. تاني حاجه بخاف مثلا تبقى انت مثلا عايزني احكي لك موقف بيضحك ظريف مثلا، فانا يجي لي حاجه اللي هو متحمسه عايزه احكيها كده يا جماعه ان في حد تاني في القصه دي الموقف بالنسبه له هو محرج مثلا، وان انا دلوقتي قدام تلفزيون ومش قدام 3-4 اصحابي بيتفرجوا. وحتى لو مش موقف مضحك انت بتسالني عن حاجه انا ممكن ابقى بحكيها لك بره الكاميرا، بس وانس ان انا قدام الكاميرا انا مش عارفه الحاجه دي تخص كام حد غيري، ما ينفعش يبقى بيتقال كده في الملأ. فهذا السبب الرئيسي؟
دول الأسباب الرئيسيين اللي هو بحس إن أنا محتاجة أخلي بالي من. بس أنت وايد أحس يعني ما أعرف هذا الشيء ينطبق يمكن على حياتك، بس إذا ينطبق على حياتك مفروض تخففين ولا أتمنى تخففين إن أجي الحين سويتي لي يلا تفضل. لا حسيت إن أنا هبقى مرتاحة كده. إن وايد تحاتين على الناس، وايد خايفة على الناس، وما أقولها بطريقة سلبية يعني، بس في حد لو أنا وايد أخاف إن أحاول أرضي الناس ولا أحاول ما أزعل حد ولا أحاول أراعي، بس بعدين كيف أراعي أنس وكيف أحاسب على أنس وكيف أخذ قرار أنس يبغى يأخذه؟ فجميلة الحين وايد مهتمة بالناس اللي يعزون عليها اللي تحبهم، واللي يمكن شخص يمكن يسمع شيء ويتضايق ويزعل ويحزن ومسؤولية هاي ولازم أحاسب على الكلام اللي أقوله، بس في حد اللي هسه أحاول أقول حلو بس في حد عشان آخر شيء لازم جميلة you have to do you you have to be جميلة، يعني لازم تسوين الشيء جميلة تبغى تسويها. ما هو في الآخر أنا عندي luxury دي طول ما أنا مش قدام كاميرا interview. هنا بحس إنه هي مسؤولية، لو إحنا أصحاب قاعدين مع بعض كده خلاص أنا حرة، فاهم؟ هحكي لك اللي أحكي يعني، فاهم؟ موقف مضحك يلا نضحك، بس بعد كده حد أنا اخترت الحياة دي، ناس تانية في حياتي مش شرط اختارت الحياة دي، مش من حقي إن أنا أكسبوز دم، صح؟ فاهم قصدي إيه؟ فده اللي بيخليني أبقى بفكر هنا وهنا. فكري أقل، هاي نصيحة دي. شوي أقل. أنا بعتبر إنه أنا بقيت أحسن كتير من من قبل كده. يعني هل نقدر نقول جميلة فيها غضب كثير من داخل؟ Angry؟ لا خالص. Are you like an angry person? Not at all. Okay, I'm just asking you. ما أنا بحاول أفكر. لا أنا basically أي anger عندي بيبقى ما مش من جوه خالص، يعني لو انجري مثلا انجري انا مش نايمه، انا كذا انجري حتى بيبقى على نفسي، يعني مش على حد، بس ما عنديش اي شعور كان جوايا انجر خالص. هو انت شكلك وانت لازم تاكدين لي ان من داخل حساسه جدا 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 جدا. ده حقيقي. بس يعني تحمين هل ما بسميه حساسية، بس إن الإنسان يوم حساس لازم عندي يحمين من ممكن لأنه أنا حساسة قوي، فعلى حياتي بنيت ديفنسز مع الوقت بالتجارب، عارفة إمتى الديفنس هنا صح إمتى الديفنس هنا لأ، وبقت حاجات عندي باي ديفولت حتى ممكن أبقى أنا مش فاكرة إنها ديفنس anymore، هي بقت جزء من حياتي الديفنس ده. صح، ده حقيقي. حبيتي قبل؟ أكيد. وهل سهل كان عليك تحبين؟ كان سهل علي؟ أسأل هي. هل سهل أن توثقين في إنسان وتستثمرين مشاعرك في إنسان؟ بحاول أفكر في الإجابة الحقيقية. هل يا بابا بس خذي راحتك. سهل اني احب انسان واثق فيه، انا مش سهل احب انسان ولا سهل اثق فيه، تصدق؟ توقعت. عشان شوفي انا ليش اسال بعد، عشان البنت الصغيره انت كم كان عمرك يوم يدك توفى الله يرحمها؟ 4 5. اوكي، فهالشخص اللي كان متعلق وايد في شخصيات وايد محبوبة ويومية بشكل يومي في حياتك، والحب اللي يعطونك أظن من الجد والجدة حب غير يعني، يوم يروحون عنك مرة واحدة طبيعي وتلقائيا هالشخص يخاف يستثمر الحب العفوي عشان يخاف ينجرح بعد مرة، ولا يخاف مثل ما أنت قلتي كنت تخاف على كنت تخافين عن أمك وعلى أبوك إنه يمكن لا قدر الله يعني، فطبيعي إنه يكون عنده صعوبة في الحب بعدين إنه يخاف يستثمر عشان يمكن يخسر. بس لا ما أظنش دي حاجة عملت لي تروما كحب،
ما أظنش إن دي حاجة عملت لي تروما في مفصولين. مفصولين أوكي. يعني إذا عملت لي تروما، عملت لي تروما على الناس اللي أنا بحبهم، إني عندي خوف بهاجس إني أفقدهم. وتروما إنه إزاي حياتك ممكن تتشقلب overnight، إنه ممكن تبقى إزاي. وكمان أنا ما خسرتهمش هم بس، يعني أنا فجأة من بيت عيلة وزحمة وكتير قوي اللي فجأة ما بقاش كده، لأنه هو جدي وجدتي توفوا، كمان عمامي اللي أنا كنت عايشة معاهم يوميا ما بقتش عايشة معاهم يوميا. فما بقى يعني اللايف ستايل بتاعي اتغير فجأة، مش بقرار يعني، فاهم قصدي؟ فاهم. كنت متعودة على اللايف ستايل مختلف ومن غير ما ابقى واعيه، بس كان يمكن ده كان الشعور ده، كان دايما عندي حاجه بالامان بالكده، ما كنتش بحس ان هي موجوده لما فجاه ده ما اتغير ومن غير ارادتي. اوكي. يعني حتى الموضوع مش بالدراما خالص دلوقتي، عادي يعني. شو رايك جميله، شو رايك في السوشيال ميديا؟ في البارت النيجاتيف منها يعني، أي شيء تحبين السوشيال ميديا ما تحبينها؟ بص، من غير سوشيال ميديا حتى التواصل هيبقى أوحش، لأنه هو على قد ما هي مش لذيذة خالص في بارت، على قد ما هي برضو بتعمل تواصل مع ناس انت بقالك كتير قوي ما بتكلمهمش، بتقدروا تبقوا مع بعض in contact. فيها حاجة حلوة قوي. صح. البارت النيجاتيف اكيد مش نيجاتيف بطريقة عادي، لانه ان كل حد قدر يعبر عن نفسه بقى بأي كان الطريقة، يعني هو حتى كشخص ممكن شخص يبقى مؤدب جدا على الحقيقة وعمره ما يقول الحاجات اللي بيكتبها على السوشيال ميديا، هو مجرد احساسه ان هو تحت اسم تاني مثلا مخبي اسمه الحقيقي ولا whatever عشان يقول آراء أو يعبر عن غضبه أو يورينا المكنون جواه. لا، مش حاجة لذيذة، وحاجة معرفش بتخلي كل الناس عرضة لغتاته أكتر. صحيح. سؤال افتراضي، ودائما عندي صعوبة في التعبير عن هالسؤال، فبحاول ألفه وغيره أسوي ريميكس. السؤال الافتراضي، بس تتخيلين معي ان يوم نمشي، ونحن نمشي ونشوف الناس، نشوف على راسهم رقم خيالي، وهالرقم يقدر يعبر عن صفة. فمثلا انا امشي اشوف لو مثلا الصفة اللي انا احبها الصدق، اشوف كل انسان هذا 7/10 صادق، هذا 6/10، هذا 10/10. اللي نحن مفهوم؟ اوكي. فلو انت تقدرين تشوفين هالرقم والمقياس هذا، بس لازم تختارين صفة ان تقدرين تشوفينها في كل الناس، مو بالرقم، الصفة. اوكي. بس تقدرين تشوفين صفة واحدة، فانت تمشين تشوفين في الشوبينج مول، هذا 7/10، هذا 4/10، شو الصفة اللي تبين المقياس يبين؟ يا والله صعب السؤال، اتعب السؤال. ما فهمتي؟ ما فهمتش. كيف اشرح؟ زين مثلا انا لو انا باختار ان الشيء اللي يهمني انا كانسان ان بشوف خفه دم الناس، احب هالرقم يعبر عن خفه الدم، فيوم الشخص يسلم علي اشوف فوق راسه رقم من 10. اوكي. اوكي، فشو الصفه اللي مهمه عندك؟ الصدق. الصدق ليش؟ يعني ممكن ما كنتش بفهم الكلمه دي لما كنت بسمعها من الناس قبل كده، بس ممكن مؤخرا بقيت بحس بقيمتها قوي، انه ايا كان مثلا مين بيقول لك حاجه يكون بيقولها لك في وشك مش بيقولها في ظهرك. ما يكونش بيقول لك حاجه وانت بتلف بيقول حاجه تانية، او بيقول لك مش هقول الحاجه دي لف يقولها. يعني وممكن تبقى دي صفه مهمه قوي في الناس القريبين جدا ليا في الدايره الصغيره. صح. سؤال ثاني خفيف، لونك المفضل؟
كل الألوان. لا لا تقولين لي رينبو الحين، أعطيني لون. لا بحب بجد كل الألوان. واحد أعطيني واحد فوق الكل. ما عنديش لون مفضل. أنا ما يصير سؤال نسألك. لا تعطيني لون. يصير والله يصير. ما يصير. ليش ما يصير؟ أعطيني لون. شو اللون لو لازم تختارين لون؟ ما اختارش لون عشان انا احب كل يوم مثلا بصحى يلا نختار رينبو، بحس مودي البس كده، بلبس اللون ده بكره لون كده، بحب كل الوان ما عدا البني. هي مو كل الالوان اصلا، الرينبو ما في نختار رينبو. انا رينبو ما قلتش رينبو اصلا، انت اللي قلت عشان تقولين لي كوكتيل. انا قلت كل الالوان، الرينبو فيها الوان، في الوان كتير مش في الرينبو. صح راح لا تعقدين لي. نحتاج نحتاج هو برنامج عميق فبرد الحقيقي. لا زين بس احتاج زين لازم نختار الحين كيف نطبق عليك السؤال. خلاص يلا لون احمر، الاحمر بالباليت بتاعته يعني. اوكي عادي يعني لا يعني بينك مو باحمر، الاحمر هو هما نفس الباليت. اوكي هو اوله بينك واخره احمر، مارون اخره مارون ان شاء الله. انزين قولي لي ليش اخترتي هاللون، ثلاث اسباب ليش هاللون بالذات. الأحمر ممكن عشان صاخب وواضح. صاخب وواضح بعد واحد بعد وقوي. قوي أوكي. حيوانك المفضل لا تقولين كل الحيوانات. أوكي. مش كل الحيوانات. أوكي. الحصان. ثلاث أسباب. ثلاث أسباب لأنه نبيل. نبيل. وشكله حلو. اوكي جميل. يعني وبحب اخلاقه الكائن ده. ويعني وبحسه مش حيوان زي التاني يعني. صح. يعني مميز. في حاجة كده مش عارفة اشرحها. والله فاهم. بحبهم قوي. اعطيتيني اربعة، انت تحبين الخيول وايد شكلك. قوي قوي. وقوي برضو وشكله حلو. أنا أرجع لشكل الحلو. زين فاللون كيف جميلة، أنت كيف تشوفين نفسك؟ واضحة صاخبة قوية. أوكي الخيل هو الشريك المثالي، يكون مميز بعادي، يكون قلتي قوي جميل أول واحد نبيل. نبيل أول واحد كان وأخلاقه فيها حاجة يعني اخلاقه حلوه قوي وفي نفس الوقت قوي. اوكي فلو عندك انت مو متزوجه ولا مخطوبه صح؟ لا. لو عندك حبيب مفروض يكون هالاربعه يعني، لو مو بالاربعه غيري. ان شاء الله يكون من الاربعه من الحاجات دي كلها. ان هالاشياء مهمه لك يعني، مفروض مفروض هالسؤال يعبر عن الاشياء اللي تحت الانسان يحتاج يشوفها في شريك يعني. تخافي من شو؟ مش بخاف من حاجة، بخاف أفقد الناس اللي بحبها. ظن دي أكتر حاجة بخاف منها، وبخاف من الفشل. في الشغل ولا في أي شيء؟ مش في الشغل، في هدفك في الحياة. أوكي شو هدفك في الحياة؟ يبقى في معنى لحياتك يعني. انزين هالسؤال اللي الحين كنت بسأله. ايه رأيك نيلة بالانترفيو سطحي؟ سطحي؟ لا لا ما في عندي، انا ما في سطحي، عندي انساني يقدر يكون مثل لونك المفضل، يقدر يكون سؤال عميق. السؤال اللي كنت بسألك لا صلة، شو الشيء اللي تسوينه في حياتك يحسسك ان لك قيمة في الحياة؟ عشان كده ما بحبش اقول ان انا ما بحبش الشهرة يعني، بحس انه جزء كبير من انت تبقى بتعمل حاجة كويسة حتى لو على نطاق صغير، هو ان انت مثلا لو ام انها تأثر على ولادها مثلا بالإيجابي، الشهرة بتديك ان انت تأثر على عدد كبير من البشر. فعشان كده يعني حتى لو في حاجة فيها بتضايقني بحس انه هي مهمة ان انت تبقى بتأثر في عدد كبير من الناس فأيا كان بقى بإيه. فتحب الشيء اللي يعطيك القيمة أن أنت تكون تأثرين بشكل إيجابي من خلال الشهرة ولا التأثير؟ من سيبك من الشهرة، هي تأثير. الشهرة أداة. صحيح يعني بس يعني وسيلة. أوكي.
أفضل لحظة في حياتك؟ أفضل لحظة في حياتي، الحمد لله عندي لحظات كتير، يعني مش واحدة معينة بالنسبة لي أفضل لحظة في حياتي. أعطيني واحدة، لا تغشين. تحبوا تقولوا؟ طب أنت قولي أحسن لحظة في حياتي. ليش تقلبين المقابلة؟ ها؟ ليش تقلبين المقابلة؟ يعني خلي كده مقابلة رايح جاي، كم أنت ممكن تجيب لي أفكار؟ أعطيك أفكار. أفضل لحظة في حياتي. أوه الجمهور بيستانس الحين لو جاوبت. في لحظات الحمد لله زينة يعني. اتذكرت واحدة، اتذكرت نينة. اتذكرت سفرة سافرت معاها ما كانت سفرة طبيعية. خدت أولادي، خدت الوالدة وزوجها، أخوي حسن موجود اليوم، خدت وكانت سفرة غير جميلة. تعرفين يوم كل شيء يمشي مع بعض، الموضوع يركب كده مش طبيعي، الطاقة، الضحك، يعني جمال الطبيعة. كنا في جنوب فرنسا، مكان ما أدري وين، ما أعرف لو كان جنوب بعد، بس عند الجبال عند مون بلان وهالأماكن، كان مو طبيعي. وكنا نمشي على الجبل وما كان فيه، أحب من أحلى السفرات. والشيء الثاني اللي جاء في بالي، مرة حد من أهلي كان في مشكلة وايد كبيرة وايد، واليوم اللي طلع من المشكلة. وأكثر ليش هاي كانت أسوأ من أسوأ المراحل في حياتي، بس يوم انفرجت كانت من أسعد الأوقات. فاهمة. فيوم شفته وخلصت المشكلة كان يوم حلو. فاهمة قوي. بس هل تذكرت؟ يلا ساعدتك أنا. خلتني أحس فعلاً إنه في أوقات كده بيبقى في تناغم كده في كل حاجة، من غير مجهود كده حاصلة، بتخلي إنه دي أوقات سعيدة كتير. بس دول اللي هو مش أكيد مش فاكريهم كلهم. يعني بحس كل لحظة فيها حاجة حلوة مثلا، وكن يعني كونكشن مثلا حقيقية مع شخص، يعني أيا كان مين، بيكون فيها لحظة سعادة بالنسبة لي. اللحظات السلام الحقيقية بيبقى بالنسبة لي فيها سعادة. لو أنا عامة بحب قوي يعني أبراكتس جراتيتيود مثلا، فبحب مثلا أحس إنه أنا في اللحظة دي في كل حاجة تمام، أو حتى لو مش كل حاجة تمام، أنا دلوقتي بشرب شاي وهتبسط بيه، فأنا مبسوطة قوي باللحظة دي، وبحب أستمتع بالحاجات البسيطة في حياتي، يعني وبقدر أكبرها. وعشان كده بتضايق قوي، وأكتر حاجة بتستريس مي وتجيب لي anger، ومش دايما ببقى in control في practicing gratitude، لما تبقى طول الوقت انت out of control of your own life، وفي نفس الوقت انت بتعمل حاجة أكتر حاجة انت بتحبها في حياتك مثلا اللي هو في شغلي، فمش دايما بيكون عندي الوقت ال peaceful ده. يعني أنا شخص very peaceful و very private وكده، وفي نفس الوقت كل يعني الحاجات اللي أنا عايزاها عكس ده. فأنا اللحظات اللي بيبقى فيها harmony ما بين ده وده أكتر لحظات بالنسبة لي بتبقى سعيدة. حلو. ولحظات النجاح دايما بتكون سعيدة. وأي لحظة حب حقيقي يعني ما بين يعني في لحظات كونكشن كده بيكون فيها سعادة. هيك رعدتي كلمة كونكشن كم مرة، شيء وايد مهم عندك. كونكشن ده بيبقى ما بينك وبين الأشخاص، كونكشن ده حاجة مهمة قوي، ما بينك وبين ربنا. صح. أسوأ لحظة في حياتك؟ أسوأ لحظة في حياتي، لا أنا عندي بريك داونز كتيرة أكيد، زي ما عندي أوبس كتيرة عندي داونز كتيرة، والداونز بتاعتي بتبقى جامدة، ما بتبقاش كيوت. مثل
مش عارفة ايه الحاجة اللي انا هعرف اقولها. لا بس عادة تشومز مثلا ان انت تتخدع في شخص، في صديق، في كده، دي بتبقى لحظات سيئة في حياتي. لا تعطيني جواب عام. ما انا لازم اعطيك جواب عام. انت تبين تتعلمين لهجتنا شكلها. لا تعطيني شيء. هي الايام الصعبه على لا قولي لي انت شو صار لك. جميله، شو صار لك انت؟ ما انا بقول لك عندي كذا كذا حاجه، مش حاجه واحده بوصف. زي اللحظات السعيده برضو بوصف لك. اذا سعيد اعطيتيني جواب عام بس مشيناها يعني. بس اذا تروما يلا نحكي، عشان هني وين انت بتبينين لو انت انسانه جاهزه تنفتحين عاطفيا او لا. اللي حاول زين نوصف. صعب بقى انفتح عاطفيا، دي صعبه. قادرين نبين. زين نوصف السؤال اكثر. اي لحظه في حياه جميله عشتيها وفي حياتك ما تبين تحسين هالشعور بعد مره؟ مش عايزه احس بالشعور ده ابدا. ما هو انا فاكره اكتر حاجه فاكراها من الحاجات دي الشعور، بغض النظر عن الاسباب. انا بجد مش ببقى يعني انا في اللحظه دي مش فاكره الاسباب، او يعني محتاجه اخد دقايق عشان افتكر الاسباب، بس الشعور هو اللي انا فعلا مش هبقى عايزه اعيشه تاني. الشعور الحزن العميق اللي انت تبقى مش شايف حاجه حلوه في الحياه في اللحظه دي، او حتى لو في حاجه حلوه انت مش قادر تشوفها، مش قادر تعيشها، وتحس ان انت في عالم موازي. دي مش لحظات انا احب اعيشها خالص. مصرة تعطيني جواب. ما انا اعمل ايه يعني، اقول لك ايه. راحتك. شو عنا بعد حق جميلة؟ جميلة تشوف نفسها جميلة؟ متأكدة؟ الحمد لله. الحمد لله. مرتاح عندك عين ثقة بنفسك؟ الحمد لله. ليش ترددتي؟ لا عشان بحس انه عندنا في المجتمع يعني ما يخصنا في المجتمع. ما انا هقولك انا وانت انا اللي هقولك حالا اهو. فنان لو صبر لقيت اللي على المقتول. انه عيب انت تقول يعني عيب تقول كده، فده بيبقى عادة التردد ان انا اقول كده. بس يعني لو يعني بس واثقة يعني مش دايما يعني بني ادمة. حلو، جواب حلو. تصحين من النوم سعيدة ام حزينة؟ بصحى من النوم مش نايمة ولازم اجري على الشغل. سعيدة ام حزينة؟ مش كل يوم نفس الحاجة، دايما بحاول أكون سعيدة، ولو stressed أحاول يكون عندي وقت مع نفسي قبل دوشة حياتي اللي هو بيبقى في عندي 200 بني آدم داخل في حياتي من أول ما بصحى من النوم، بالذات لو في الوقت اللي فيه شغل، مش في الوقت اللي أنا في من غير شغل. بس في الوقت اللي أنا في شغل بيبقى يومين أنت لازم تتعامل مع عدد بشر كتير وأنت مش نايم، ولازم تركز في مشهد، ولازم تحس ان انت دلوقتي هتعيط وبعدها هتصوت وبعدها هتضحك وكده، دلوقتي هتبقى شقي وبتلعب وفهم في حاجات كتير are going on، وفي part بقى الجد بقى ان انت لازم تزبط الحاجة دي، ولازم تأوقت ليد وتعمل management لكذا شخص، ولازم تبقى cool وهادي، وأوقت عايز الشخص يفهم الحاجة دي أسرع فيجيبها أسرع ويعمل يعني فهم في رولر كوستر طول الوقت on the go. مش كده يعني. بس انت كان السؤال ابتدى بايه اصلا؟ بدينا بجميلة تحس عمرها جميلة، وصلنا للثقة بالنفس، وبعدين وصلنا تصحين مبسوطة ولا لا. فالوقت اللي لو انا صاحية وتعبانة ومش ألذ مود وقت الصحيان، لاني عادة نايمة قليل وبيبقى عندي تفكير في كذا حاجة مثلا هتحصل throughout the day، بيبقى مهم قوي بالنسبة لي وقت كده. مثلا لو أنا رايحة في العربية يبقى عندي وقت لوحدي، أو أول ما أوصل يبقى عندي وقت لوحدي أغير الستوب بتاعي.
ما الحياة اللي اخترتيها الحين؟ ضيعينك يعني. بس ما دام هو الشغف الحمد لله يعني. الحمد لله. محمد في كلمة. جدك اسمه محمد؟ محمد في كلمة. محمود داود. محمود ولا محمد؟ محمد. محمد ايه صح الحمد لله. اوكي. جدودي الاثنين اسمهم محمد. جميل. انا لسه مجمعة دلوقتي. اللي كان ساكن معاكم. في كلمة. العيلة. ويدتك شو كان اسمها؟ قوت القلوب. جميل. فقوت القلوب في كلمة. الحب. تحسستي من هالسؤالين أكثر عن أي سؤال ثاني؟ لا أنا حاولت يعني حسيت أنه معقول أنا عمال أقول كده وفي الآخر مش عارفة أشرح جدي في كلمة، فإيه الأكتر حاجة كلمة واحدة تكون معبرة شاملة حاجات كتيرة، ولأنه هو صفات كتيرة بس بالنسبة لي أنا إيه هو الصفة دي. الوالد شو اسمه؟ عادل. عادل في كلمة. الإصرار. الإصرار. والوالدة اسمها؟ راندا. راندا. راندا الوالدة من مصر بعد؟ لبنانية. من لبنان هي. والله البحث طلع حلو. فالوالدة في كلمة؟ هو الإصرار. مامتي. الجمال. الجمال. وعلاقتك معاهم ريحين قوية الاثنين؟ اوكي. يعني قط وفار بس قوية. اوكي. آخر سؤال. جميلة في كلمة. انت قول. لا لا ما يخصني. انا لا تدخلوني الحين في الموضوع. انت قولي انس في كلمة الاول. لا لا هذا السؤال اللي كل حد يبغى يعرف ما بنجاوب هالسؤال. لا مش هتجاوب مش هتجاوب. لا ما ينفع. انت اللي ياسني. لا بجد لازم تجاوب. لا ما يستوي. ما في دين. الا يصير. ما وقعنا شيء شيء. الا. لا انت جاوبي. انت كيف تشوفين جميلة في كلمة؟ قولي انس في كلمة. دخليني في الموضوع. لا انا خلك الموضوع. انت وريني اذا هتعرف تجاوب السؤال. انا عارفه اجاوب كل الاسئله بس ما بجاوب. خلي الناس يكون عندهم الغموض هذا. طب حاسستين انا غيرانه منك يعني ليه انت تحافظ على الغموض بتاعك؟ عشان برنامجي انا عادي. يوم انت الحين تسوين جميله توكس بعدين تقولي. اوكي. جميله في كلمه. ما اعرف شو اقول. لا فكري. ما اعرف. ما في ما بتروحين البيت. ما بتروحين البيت ليه ما تجاوبين؟ اوكي عادي ما اروحش البيت. ما يلا 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 بسم الله. اوكي يلا اقعد خلينا لا ما عشان لو هي حاجه ايجابيه مش هعرف اقولها. يعني ازاي تقدر تقول حاجه على روحك؟ ما لازم ان شاء الله يكون. انت لا تخافي من الناس القد يا جميله. لا حتى أنتي... لو لا دي حاجه بالذات حتى لو انا وانت قاعدين مع بعض هنا. اوكي مش هعرف اقولها. لا قولي عادي. لا عادي. لا انت فكري قولي لو احط جميله في هالمرحله من حياتك الحين في كلمه شو هالكلمه اللي تمثل جميله؟ لا ما المرحله في حياتي دلوقتي مو مرحله لا الحين. تمثلني present now الحاضر. اوكي يبقى ده مش حاجه بتشرحني. دي حاجه بتشرح مودي. لا جميله كيانها في كلمه اليوم. يمكن هالسنه هالسؤال يتغير بعد جوابه يتغير بعد 10 سنين بكلمك قولي لي لو تغير. بس اليوم اليوم شو؟ لا هكسف اقول بجد مكسوف اقول. انا اقولي مش هعرف بالسر. طب بجد لو خلصنا الانترفيو هقول. لا لا ما ينفع الحين كل حد يبي يعرف. الا ينفع امشيها لا ما امشيها. اوكي شو فيك انت؟ قولي 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 في كلمة واحدة ريحينا. ايش فيك مش شو فيك؟ نحن نقول انا عندي لبناني وسعودي بس لين الحين مو ماشي معنا. نحن نقول بلاك بالإمارات. نقول بلاك يعني شو فيك؟ يعني بلاك يعني شو فيك يعني عامل ايه يعني؟ لا بلاك يعني شو فيك؟ ايه بقى ماشي بلاك. ترى هاي اطول سؤال الحين خدناه. ما انا مش عارفه بجد ورايك. والله عارفه بس ما تعمليش بريشر. فكري انزين ما انا خلاص بتم ساكت بجد مش عارفه اقوله. بجد مش عارفه بجد مش عارفه انه اشرحني في كلمه. مش عارفه لخصي في كلمه.
مش طالعة مني. والله مو طالعة. أي كلمة؟ أي كلمة؟ يعني الحين الكلمة اللي أنت عايز اللي إجابات صريحة وحقيقية. أكيد. مش عايز إجابات كرواتة بتاعت الكاميرا. صحيح. صحيح. الإجابات الحقيقية ما نعرفش نقولها. فبتقولين ما في ولا كلمة توصفك؟ لا في. مش كلام أنا عارفة أقوله. أنا بساعدك وأعطيني جملة بلخص لك إياها. مش عارفة. يعني الحين أنا عارف الكلمة عنيدة. أقدر أقول لك. انت ممكن تشايفها عنيدة، انا شايفها حقيقية. ان انا عايزة اقول لك الحقيقة، مش عايزة بس اقول لك حاجة. بس انا عارفة ان في كلمات في مخك، في كلمات حقيقية. انا بس هاتشي وان مش انت قلت اوصفي نفسك في كلمة صح حقيقية. بس تكونين بس بصراحة هالجواب هي دي مش هي. كان في عندي اجابة تانية بس الاجابة دي حقيقية. اذا شو الاجابة تانية؟ لا الله خلاص جاوبت حقيقية. لازم تقولين لي بعد ما نقول الكلمة. Authentic, original. ها كان الكلمة الأولى؟ لا. بس يعني دي إجابة حقيقية برضو. برضو. والأصلية ما بتقولين. والأصلية ما بتقولين. عشان دي مش حاجة فيها فهم. تمام. قولي لي بعد الكاميرا. أوكي. شكرا جميلة. شكرا يا أنس أوي. بجد انبسطت أوي. وأنا بعد. والله طلعت عينك ولا إيه؟ لا لا. نبدأ شيء أنتي كلوكوايز من هنا. لا لا منك أنتي. أوكي. لا لا خلا خلا خلاص حد يبدأ. بس يبقى سؤال تاني غير أعبر عن نفسي في كلمة. لا الله لا أنت تقولين لي الكلمة اللي كانت هسه تدور في مخك وما طايعة تقولين. الله لا ها كان صح. جوابها اللي مالوش لا ما مال لا بس ده حقيقي. أدري حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. بالعكس أنا ببقى كده في الانترفيوز لأنه أنا ببقى عايز أقول الحقيقي بجد. ما بعرفش أعمل إجابات مخصوص لل أمشي بها حالي. أوكي يصير خير. أنا مش مجاملة. يلا بنلعب. ماجد في كلمة. يلا يلا يلا. لا ما في مش عارف. لا والله صدق. لا ما بن لو لازم نلخص شخصيتك تلخصها في كلمة. يلا والله صعب بصراحة. ايه سؤال مو بسهل. شفتوا؟ ايه انا ما قلت سهل. انا قلت لك سهل ما قلت لك سهل. ماجد مهضوم. لا انت لا تغششون. لا انت كيف تشوف نفسك؟ لا طيب طيب حلو حلو. ميرا ترى اسمها الإماراتي. لا بجد والله انت اسمها الإماراتي ميرا. يلا مش مروة. الحين عرفت ان السؤال مو بسهل. يلا ممكن هي لازم تبقى كلمة صح؟ كلمة طب ممكن اجي بعد حد؟ عادي فكري. انا كانت صامت. صامت حلو. عفريت. عفريت زين. What's durable in Arabic؟ مرن. مرن مرن ها. نيكي student. حلو تلميذة. يعني passionate. شغوفة. شغوفة. اوكي. انت حقيقية. ليلى. اعطينا بالانجليزي. ممكن. ضايعة. والله حب صراحتك. حلو. قوي. من جوجل مابس. والله امبرسيف قوي. كابتن. دينامو. جميل. نرجع. انا عادي اقول حاجه كويسه عن نفسي كده. اكيد عادي. اوكي بحس ان انا ممكن ابقى جيفنج شويه. معطاءه. افضل ان دي اكتر كلمه توصفني.
حلو. ونرجع لضيفة اليوم. وين نرجع؟ انتوا رأيكم مين اللي ما قالش بعد كل ده؟ ترى حتى لو قلت بسوي طط حق المقابلة. انت الوحيد اللي ناقص هنا ما قلتش. انت ما قلتي، انت غششتين كلمة. إلا قلت. قلتي ثاني الأول هذاك. قلت طب صدقي عادي ممكن بجد. انا حاسه انه يعني بيبقى ميكس كده اوف لوتس اوف ووردز، وانا حاسه برضو يعني مش حاسه شغوفه. لا لا تتهربين، الكلمه اللي كنتي بتقولينها جميله. ايوه الكلام صح هذا. لا خلاص الكلام الصح بجد وشي احمر بجد هموت. وهاي من اكثر اللحظات اليوم كنت خلاص جميله جميله يعني تكلمتي صراحه. هلا طب حاسين ايه بعد ما انا قلت كده؟ حاسين براحه. والله اكثر مره كنت صريحه فيها. اوكي خلاص من اكثر المرات. حلو شكرا ثانك يو قوي 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 قوي.